قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. كان يا مكان عالم رحالة، لف الدنيا شرق وغرب، كل مكان له شكل وحالة، علم وسلم تجارة وحرب. شاب صغير وحياة سهلة، بعد ما درس العلم سنين قرر يبدأ أطول رحلة، يوصف دنيا وبني أدمين. هند وقزاخستان وإيران، أندونيسيا وباكستان، ودول من أفريقيا كتير، حتى المالديف زارها كمان. في حاجات عمره ما كان يعرفها، بس في رحلاته أهو شافها، ومغامراته ومخاطر ياما في كتابه حكاها ووصفها. تلقى لصوص هجموه في نهار، وسفينة في البحر بتغرق، وتطار قلبوا الدنيا دمار، وطعم ماشي في أرواح يسرق. قطع الصحراء وبات في غابات، عدى بحر وصعد لجبال، ووصف أغرب حيوانات، وتعجب لكتير أحوال. عاش في الدنيا مسافر، لكن برضو بيدعو لدين الله، قابل خلق وطف أماكن، حقق حلمه اللي اتمناه، حقق حلمه اللي اتمناه. بوابة الكنزي، علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.